لما يخرج وزير ويقول أن المسألة بسيطة، هذه لبعض من الأفراد ويتم علاجهم ويخرجون بسلام، ولو أنها في بقية الدول لو كانت لو تتجاوز 10 حالات متشابهة لتسمم تعلن الطوارئ. طيب. إذا بقيت الحال على هذا المستوى من الترقيع وعلى هذا المستوى من الحلول عديمة الجدوى، فنعم نحن مقبلين على فصل دراسي، لدينا طلبة وطالبات ولدينا أبناء أطفال. نعم هذا الطفل وهذا الشاب ربما لا يمسك نفسه عن أن يصطدم بالماء، اليوم مجرد الاصطدام بالماء يعد تلوثا، يعني لدي مئات الحالات من وثقتهم مجرد أنه دخل الماء على بداية فمه يعني وصل إلى التسمم، يعني عملية تعامل مع ماء سام ليس ماء، مع مادة سامة. يعني اليوم أنت تحتاج في كل بيت إلى مياه تغسل هذه المياه.